فاضي للمثال يا ميت خسارة عالرجال. مات الجدع فوق مدفع جوا الغابات، جسد نضاله بمصرعه من سكات. مات الجدع فوق مدفع جوا الغابات، جسد نضاله بمصرعه من سكات. لا طبليني فرقع ولا اعلانات. ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات، يا غرقانين في المأكولات والملبوسات، يا دفيانين ومولعين الدفايات، يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات، يا بتوع نضال آخر زمان في العوامات. ما رأيكم دمع عزكم جبارة مات، لا طنطنة ولا شنشنة ولا إعلانات واستعلامات. جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع وفي الحوادث الشوارع وعلى القهاوي وعلى البراد. جبارة مات واتمدى حبل الدردشة والتعليقات. من الألم من لسعة النار في الحشا، عيني علي. يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى، عيني علي. يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لأجل الجياع، يمكن وصية للي حضنين القضية في الصراع. صور كتير ملو الخال وألف لكن أكيد 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 ولا جدال. جبارة مات موتة رجال. جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، جبارة مات، آخر خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراد. جبارة مات واتمدى حبل الدردشة والتعليقات. يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراس، خلاص خلاص ملكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. ده منطق العصر السعيد، عصر الزنوج والأمريكان، ايه كلمة للنار والحديد، والعدل أخرس أو جبان صرخة جبار.